الأخوة الأخوات الحضور، كل باسمه ومسماه وبما قدمه من عطاء لفلسطين الوطن والقضية، وبما يحمله من وفاء لنهج وإرث الشهداء، أهلا بكم جميعا في حضرة الخالدين فينا ياسر عرفات وخليل الوزير أبو جهاد ورفاق دربهم ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم من الشهداء الحاضرين الأحياء رغم سطوة الحزن والفراق، لنقف لهم إجلالا وإكبارا، نجدد العهد والوفاء ونهديهم سورة الفاتحة. شكرا لكم. لن تولد ثورة ما لم يولد الفدائي، ففي يوم مولده نجتمع اليوم لنحيي فينا العهد على مواصلة درب التحرير، ونحتفي بميلاد الأحرار وميلاد فكرة النضال التي أحيت في شعب تشرد بسطوة الظلم والقهر والمجازر طمسا لفلسطين الحق والحقيقة، ماض وحاضر ومستقبل، فأحياها ميلاد أبو جهاد وصحبه الأخيار، معلنا ميلاد النضال الوطني الفلسطيني الذي أعاد لفلسطين وشعبها الحياة. ومن أجل ذلك نحتفي بميلاد الشهداء في حضرة ياسر عرفات وفي حضرة الذاكرة الفلسطينية التي لا تموت. إنها فكرة متحف الشهيد ياسر عرفات، وأدعو الأخ الدكتور أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات لتقديم كلمته الترحيبية بالحضور الكريم. الأخت أم جهاد، الإخوة أعضاء اللجنة المركزية، الأخوات والإخوة جميعا، أرحب بكم أجمل ترحيب باسم مؤسسة ياسر عرفات، باسم مجلس إدارتها والعاملين بها كافة. في ختام برنامج جديد ابتدأنا به العمل هذا العام وختامها مسك، فنحن نحيي اليوم ذكرى رجل قل كلامه وكثر فعله، رجل الفعل المقاوم والفعل المؤسس، رجل المهمات الصعبة، عاش وقضى في قمة الخلق والعطاء. لا نوفيه حقه، بل نحاول جاهدين أن نبقي ذاكرته ورفاقه حية فينا دوما. وبهذه الفعالية أرجو أن أحيطكم علما بأن مجلس الإدارة مؤسسة ياسر عرفات سيناقش ويعتمد قريبا كوكبة أخرى من القادة المؤسسين لإحياء ذكراهم في العام الميلادي القادم. وأيضا لقد اتفقنا للتو مع وزارة التربية والتعليم بفلسطين بأن ما نقوم به من إحياء ذكرى هؤلاء القادة أن يوزع بشكل فوري على مدارس فلسطين كافة من خلال الأفلام الوثائقية أو توزيع السيرة الذاتية وإيداعها كل مكتبة وكل ناد ثقافي في مديريات التربية والتعليم، لأن الاستثمار الحقيقي سيكون في طلبتنا في شبابنا، لأن إحياء الذاكرة الوطنية لا يتم إلا من خلال نقل الراية من جيل إلى جيل. من جهة أخرى، فكلكم تذكرون أننا بدأنا هذا العام بإحياء ذكرى الأخ القائد خالد الحسن في 13 شباط، ومن ثم أتبعناه بذكرى ميلاد الدكتور جورج حبش في 2 أغسطس الماضي، وفي 31 من نفس الشهر أحيينا ذكرى صلاح خلف أبو إياد. وبالتالي اليوم نتجه بعد إحياء ذكرى أبو جهاد هذا اليوم جميعا لإحياء الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس أبو عمار بعد شهر من يومنا هذا. أود أيضا أن أقول
بأن أحياء هذه الذكرى في هذا العام تأتي ثمرة لعمل الجماعي، أولا بالتعاون مع مؤسسة خليل الوزير ومع عائلة الشهيد الكبير المؤسس أبو جهاد، ولكنها أيضا عمل جماعي للعاملين في هذه المؤسسة، فجميعهم أسهموا بكل تفاصيل إحياء مثل هذه الذكرى. مرة أخرى نريد أن نجعل من الفيلم الوثائقي الذي سيعرض عليكم بعد قليل أيضا مادة لأن توزع على أوسع نطاق. كما قلت قبل شهر في هذا المنبر، قبل أن أصل إلى هذا المكان كانت نسخة من الفيلم الذي سنعرضه بعد قليل موجودة في هيئة الإذاعة والتلفزيون وفي باقي وسائل الإعلام، لأننا نريد من ذلك أن يوزع على أكثر درجة ممكنة ليصل إلى جماهير شعبنا. مرة أخرى باسم مؤسسة ياس عرفات وكافة العاملين بها نرحب بكم ونترحم على روح أبو جهاد وعلى رفاقه المؤسسين، وأهلا وسهلا بكم، ونعرض عليكم مباشرة الفيلم الوثائقي عن سيرة ومسيرة أول الرصاص أول الحجارة أمير الشهداء الأخ أبو جهاد. العنفوان الثوري الفلسطيني، متراس العمل الوطني التنظيمي والعسكري، مدرسة النضالية خرجت كبار المناضلين والمقاتلين، فكيف لا وهو أول الرصاص الذي أوجع الكيان الصهيوني بعملياته النوعية وبقدرته الفائقة في ابتكار أقوى الاستراتيجيات النضالية العسكرية. كان هو أول الحجارة التي انفجرت لتشكل انتفاضة بوجه المحتل، تروي للعالم أجمع معاناة شعب ارتكبت بحقه أبشع المجازر، فلقب بعدها بمهندس الانتفاضة. القائد الفلسطيني الوطني، نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، خليل إبراهيم محمود الوزير أبو جهاد، الذي ولد في الرملة في العاشر من تشرين الأول لعام 1935. كان خليل الوزير لا يزال فتاً يافعاً في 13 من عمره عندما حلت النكبة عام 48. تحت تهديد السلاح ورشقات رصاص العصابات الصهيونية التي أمطرت سماء ذاك اليوم، بدأت رحلة التهجير التي جعلت من خليل الوزير وعائلته وآلاف الفلسطينيين لاجئين في أرضهم، فمن الرملة إلى اللطرون ثم رام الله ثم الخليل، لتستقر العائلة أخيراً في غزة. كانت الظروف التي عاشها خليل الوزير في صغره كفيلة ببدء نشاطه الوطني بسن مبكرة، حيث أصبح عضواً في مجلس طلبة مدرسة فلسطين الثانوية في غزة وترأس تحرير مجلة فلسطيننا، كما تفتحت عيناه مبكراً على العمل السري والتنظيمي الذي من خلاله قام بتنظيم مجموعة طلائعية نفذت عدداً من الهجمات على أهداف إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. لم يتجاوز خليل الوزير 16 بعد، لكنه أصبح أميناً لسر المكتب الطلابي لجماعة الإخوان المسلمين الذين انخرط في صفوفهم في غزة، إلا أنه أدرك لاحقاً أن أهدافه لا تتقاطع مع الحركة بعد مطالبته لهم بتبني شعار فلسطين أولاً قولاً وفعلاً واعتماد الكفاح المسلح كطريق لتحرير فلسطين، الأمر الذي تمت مقابلته بالرفض من قبل الإخوان. التقى خليل الوزير وياسر عرفات لأول مرة في غزة في عام 54 أثناء زيارة عرفات إلى غزة عقب تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع. عرفات الذي كان حينها رئيساً لرابطة طلاب فلسطين في مصر قابله خليل الوزير كصحافي شاب وكرئيس تحرير مجلة فلسطيننا،
كانت هذه بداية علاقة نضالية جمعها هدف واحد، فتعهدا سوياً على السير معاً في طريق الكفاح لتحرير فلسطين. بدأت الخلايا المسلحة التي شكلها خليل الوزير أبو جهاد بداية الخمسينات بعملها العسكري ضد الأهداف الإسرائيلية على خطوط الهدنة. كان تأسيس عمل مقاوم منظم ضد الاحتلال الإسرائيلي هو الشغل الشاغل لخليل الوزير، وتقاطع معه عدد آخر من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها. شارك خليل الوزير في تنفيذ عدة عمليات قام بالتخطيط لها، وفي عام 55 قامت مجموعة ترأسها بتنفيذ عملية كبيرة ومهمة، وهي تفجير خزان زهر قرب بيت حانون. أبعدته السلطات المصرية عقب ذلك من غزة إلى مصر، وهناك بدأ دراسته الجامعية، لكنه اضطر إلى قطعها والسفر إلى السعودية ثم الكويت ليعمل مدرساً. وفي الكويت التقى مجدداً بياسر عرفات وعدد من الأخوة ليبدأ العمل بشكل تنظيمي على تأسيس حركة فلسطينية لتحرير فلسطين من خلال الكفاح المسلح، فكانت حركة فتح. بادر خليل الوزير مع ياسر عرفات بتأسيس صحيفة فلسطيننا نداء الحياة التي كانت منبراً للحركة، وساهمت في استقطاب العديد من الشباب لصفوف المجموعات التنظيمية الثورية. في ذلك الوقت كانت هناك بداية تحرك، كان الشعور أنه لابد أن يتحرك الفلسطينيون، ولذلك كل مجموعة كانت تتحرك من ذاتها. وأهمية حركة فتح أنها كانت مثل نهر تصب فيه بقية الجداول، ومن هنا أصبحت هذه الجداول تصب على جدولنا الكبير حتى أصبحت نهر من العمل الفلسطيني. في عام 62 تزوج خليل الوزير من ابنة عمه ورفيقة دربه في الكفاح انتصار الوزير، وأسسا عائلة وأنجبا 5 أبناء. تولى أبو جهاد في نهاية عام 63 مسؤولية إدارة أول مكتب لحركة فتح في الجزائر، نجح من خلاله بتمتين العلاقات مع الحكومة الجزائرية التي أعطت على ضوء ذلك عدة تسهيلات للفلسطينيين. بعد انطلاق حركة فتح والكفاح المسلح للثورة الفلسطينية، غادر خليل الوزير الجزائر في العام 65 إلى دمشق لتصبح هي المحطة القادمة في حياته، حيث أقيم فيها مقر القيادة العسكرية لقوات الثورة الفلسطينية. كان أبو جهاد هو المسؤول عن الخلايا الفدائية داخل فلسطين، لكن دمشق لم تكن سوى محطة قصيرة انتهت باعتقاله ورفيقه ياسر عرفات وعدد من قيادات الحركة بعد اضطراب الوضع هناك. كانت مسيرة خليل الوزير الثورية حتى تلك اللحظة تعج بالكثير من الفعل المقاوم المنظم ضد الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه. لم يكن خليل الوزير يخاف من أي مواجهة مع العدو، بل كان ينتهز كل فرصة متاحة لذلك، إذ قام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في عام 67، وساهم إلى جانب رفاقه في قيادة الثورة في التصدي للقوات الإسرائيلية في معركة الكرامة عام 68، كما شارك في مطلع السبعينات في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية في الأردن، ثم انتقل بعدها إلى لبنان، وهناك انخرط خليل الوزير أبو جهاد في عمليات إعادة البناء والتدريب العسكري. بعد اغتيال كمال عدوان في بيروت تولى أبو جهاد مسؤولية القطاع الغربي في فتح. كان أبو جهاد آنذاك عضواً للجنة المركزية لحركة فتح، وبالإضافة إلى ذلك تم انتخابه في المؤتمر الرابع للحركة في عام 80 ليصبح نائباً للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. الشيء الواحد اللي بنأكد عليه هو أن هذه الإرادة لا تهتز ولن تهتز أبداً بحال من الأحوال، وهي إرادة الإصرار وإرادة استمرار القتال والدفاع عن النفس بكل الوسائل، هذا شعار الجميع. كان أبو جهاد شخصية تنظيمية من العيار الأول وعقلية عسكرية فذة،
انعكست في نوعية العمليات التي قادها وخطط لها، كعملية فندق السافوي في تل أبيب وعملية انفجار شاحنة مفخخة في القدس عام 75 وعملية قتل كبير خبراء المتفجرات الإسرائيليين ألبرت ليفي ومساعده في نابلس عام 76 وعملية الشاطئ بقيادة دلال المغربي في عام 78 وعملية قصف ميناء إيلات عام 79 وقصف المستوطنات الشمالية بالكاتيوشا عام 81 بالإضافة إلى أسر 8 جنود إسرائيليين في لبنان ومبادلتهم بحوالي 5000 أسير لبناني وفلسطيني ومئة من أسر الأرض المحتلة وعملية اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري في سور عام 82 وإدارة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل جنوب لبنان عامي 82 و83 وآخرها عملية مفاعل ديمونة عام 88 التي كانت السبب الرئيسي لقرار العدو باغتياله. عقب الحصار والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 82 كمحاولة لتصفية الوجود الفلسطيني هناك وبعد اتفاق دولي غادرت المنظمة الأراضي اللبنانية متجهة إلى تونس. اختار خليل الوزير سوريا مجدداً التي كانت الأقرب مكانياً ليقيم فيها ويواصل التردد على لبنان التي ما زالت تتواجد فيها وحدات من قوات الثورة الفلسطينية. كانت حركة فتح قد سطرت بطولة تاريخية في لبنان وسبقها العديد من محطات المواجهة مع العدو الصهيوني، الأمر الذي جعل البعض يخرجون عن الأطر الشرعية للحركة، فكان الانشقاق بمساعدة بعض الأنظمة العربية هو الوسيلة لمحاولة الاستحواذ عليها وسرقة إنجازاتها. ونتيجة لذلك قامت السلطات السورية بمنع خليل الوزير عام 83 من الدخول لأراضيها، فتوجه سراً إلى لبنان ليقود قوات الثورة مجدداً والتصدي للمنشقين وأعوانهم. في عام 84 تولى أبو جهاد رئاسة الجانب الفلسطيني في اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لدعم أهالي الأرض المحتلة، لكن في عام 86 ساءت الأوضاع لتقرر السلطات الأردنية إغلاق 25 مكتباً من مكاتب المنظمة هناك وإبعاد خليل الوزير أبو جهاد إلى بغداد. واصل أبو جهاد في بغداد عمله كنائب للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وكمسؤول للكفاح المسلح داخل الأرض المحتلة، وكان بين الحين والآخر يتردد على تونس حيث مقر المنظمة ومقر إقامة أسرته. اعتبر أبو جهاد ترتيب الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني والقضية ضرورة قصوى، فأعطى الأهمية لوحدة حركة فتح وضرورة الإصلاح والمحاسبة، وقاد بنفسه جلسات الحوار الوطني مع الفصائل لينجح في التوصل إلى اتفاق تجسد في عقد دورة الوحدة الوطنية في المجلس الوطني الذي عقد في الجزائر عام 87، الأمر الذي انعكس على وحدة الحركة الوطنية في الداخل الفلسطينية. كان أبو جهاد أكثر إدراكاً ووعياً لمعادلة الصراع وأهمية تنوع أشكال النضال، الأمر الذي جعله يدرك وبشكل مبكر أهمية بناء المؤسسات الفلسطينية داخل فلسطين لتشكل بنية تحتية مقاومة، فقام بتأسيس ودعم حركة الشبيبة الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالإضافة لبناء ودعم عدد من المؤسسات والأطر واللجان الفلسطينية التي أسست لمعالم مجتمع فلسطيني في الأراضي المحتلة قادر على المقاومة والصمود في وجه المحتلة. استطاع أبو جهاد أن يربط الداخل الفلسطيني بالخارج، وكانت إحدى سماته العبقرية أنه أعطى اهتماماً للأراضي المحتلة معتبراً إياها مركز الثقل للعمل الوطني، مساهمة بذلك باندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية في كانون الأول ديسمبر لعام 87. لقد أرعب اسم خليل الوزير أبو جهاد قادة الكيان الإسرائيلية، فاعتبروه الرأس المدبر ومحرك العمل العسكري ضدهم بصفته مهندس الانتفاضة، ووصفته الصحافة الإسرائيلية والأمريكية بالمخطط البارع الذي لا يهزم. ضربنا القيادات إن شاء الله، وبعدين بالنهاية سكرنا الشوارع، بعدين الشوارع هذه
في احد الشوارع مثلا حجزنا لنا 500 واحد لقطه بيقدر الواحد يساوم عليه، بس مكان حطيت فيه ما بيروح الواحد فيه مطلقات الا لما يكون مظبط عندك الدين وعندك العبوات على طول، بحيث انه في اي لحظه يفجر فيهم كل فجر فيهم كليات المبنى او هذا كله كائنا ما يكون من عدد سبعه. كان أبو جهاد العدو الأخطر لإسرائيل على مر 3 عقود، الأمر الذي جعل اسمه يتصدر لوائح الاغتيال الإسرائيلية. في فجر يوم 16 من نيسان لعام 88 شن الكيان الإسرائيلي الغاشم حرباً ثالثة لتحقيق الهدف. كانت كتيبة كوماندوز إسرائيلية تضم أكثر من 25 عنصراً من وحدة الاغتيالات بمساعدة طائرتين عموديتين وأربع سفن وزوارق مطاطية تتجهز للمواجهة مع رجل واحد. بينما كان أبو جهاد ساهراً لحماية المشروع الوطني يكتب رسالة للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، كانت كتيبة الموت تتأهب لاقتحام منزله. رصاص الاحتلال الغادر عم المكان من كل حدب وصوب، وما كان من أبو جهاد إلا المواجهة، رجل واحد ومسدس واحد مقابل جيش مدجج بالسلاح ووابل من الرصاص. لم تكن عملية اغتيال عادية، أكثر من 77 رصاصة اخترقت جسده الطاهر، تناوبت عناصر الكتيبة على إفراغها في جسده أمام ناظري عائلته، معتقدين أنهم بهذا الفعل الحاقد سيوقفون مسيرة الكفاح. استشهد خليل الوزير أبو جهاد. يبدو أن الإسرائيليين لا يتعلمون من التاريخ، معتقدين في كل مرة أن الاغتيال سينهي كل شيء، لكن القائد خليل الوزير أبو جهاد لم يكن إنساناً عادياً، كان هو الفكر والفكرة التي لا تموت، النهج والمنهج الذي يسير على دربه الآلاف. كانت آخر كلمات خططها يد أبو جهاد: لنستمر بالهجوم، ولا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. أقول للثوار، للأطفال، للجنرالات الجدد أن أبا جهاد، عندما سقط كان قد ربى هذه الآلاف المؤلفة من القادة الجدد، وهذا هو فخرنا. إذا سقط منا سيد، إذا سقط منا قائد، تبعه آلاف من القادة الجدد يرفعون العلم، إلى المسيرة، المزفرة، إلى فلسطين، إلى القدس. عقل الثورة ورمز الكفاح، عنوان المقاومة وحكاية الانطلاقة ومعنى الانتفاضة، رجل العاصفة ورمز البطولة والاستشهاد، أمير الشهداء، أول الرصاص وأول الحجارة، ستبقى ذكره حجر الأساس في مشروعنا النضالي خالدة فينا ليتحقق الوعد والأمل بتحرير فلسطين. يعني بعد ما استمعنا وشاهدنا، أبو جهاد هو الكلمة الفصل. أبو جهاد قال الحكاية، قالها فعلا حتى النفس الأخير. أبو جهاد الوزير، نعم، حكاية شعب ووطن وحق، حكاية ثورة وبندقية وحجر، حكاية فكر ونهج ووعي، حكاية فدائي لم يبرح أرض المعركة لا يرى إلا فلسطين، ولد ليعطي حتى النفس الأخير، ولد ليظل فينا حياً فأحيا القضية والهوية والوطن، يغادرنا ويبقى، إنه خليل الوزير. قال محمود درويش عنه في قصيدة مرارة الحرية:
ماذا فعل خليل الوزير؟ لم يجرحنا من قبل ولم يغضب أحدا منا. أصابع يد ترقص العاصفة وتعد الأيام الموعودة على سبابة وإبهام. بشاشة تضحك من أعماق الليل وألفة تصطاد النحل والنمور الشرسة. أخ للجميع، أب للجميع، وعيد بلا ميعاد. في قلبه سلام يراه على الخارج، في قلبه سلام يحجب المفاجأة. تلك عادات البطل التراجيدي، إذ ليس من حق البطل أن يشهد ختام النشيد. عليه أن يصنع الحرية ولا يتحرر، وعليه أن يسقط على اللحظة القصيرة الفاصلة بين زمنين، على برزخ هو جسده، وعليه أن يورث ولا يرث. أدعو الأخت الدكتورة حنان الوزير، ابنة الفكرة الحية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد خليل الوزير، لتقديم كلمتها. مساء الخير. شكراً أخي عبد. الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الإخوة أعضاء اللجنة المركزية، الإخوة الوزراء، الإخوة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، الأخت أم جهاد، الأم والمناضلة ورفيقة الدرب، الأخوات والإخوة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أتقدم باسم العائلة وباسم الوالدة رفيقة الدرب الشهيد بالشكر لمؤسسة ياسر عرفات وطاقمها على تنظيم هذه الفعالية اليوم لإحياء الذكرى 87 لميلاد خليل الوزير أمير الشهداء أول الرصاص وأول الحجارة. فبين ميلاده واستشهاده مسيرة نضال ميزها عنفوان الثائر وحكمة القائد ومشاعر الإنسان النبيلة والإيمان الراسخ للمناضل الذي عاش فلسطين وقضيتها وشعبها حتى لحظاته الأخيرة. هي مسيرة ثائر وثورة رسم ملامحها منذ البداية وآمن بها واستشهد دفاعاً عنها وعن الوطن. نذكر اليوم كما كل يوم أبو جهاد القائد الأب والمعلم الذي عمل بصمت، رجل التفاصيل الدقيقة والأعصاب الفولاذية. نذكر تواضعه الجم وانشغاله بهموم المقاتلين، ونذكر ابتسامته الهادئة وقدرته على بث النشاط والحيوية والتفاؤل في محيطه مهما كانت الظروف. فمن منا ينسى جملته المعهودة بسيطة يا أخ؟ أبو جهاد كان القائد الذي فكر دائماً خارج المألوف، سواء بأسلوب العمل والعمليات النوعية التي خطط لها ورؤيته الشمولية وأسلوبه لحل المشاكل أو التفاف على مختلف المعيقات التي كانت تواجه عمله. ونذكر قدرته على الاستفادة من أي شخص في أي موقع مهما كان عمره أو جنسيته أو عمله لخدمة القضية الوطنية. كان أبو جهاد يؤمن بضرورة أن تصل الثورة إلى كل بيت، فلكل منا دور يؤديه في هذه المسيرة، حتى نحن كعائلة وأبنائه. أذكر وبأني منذ الطفولة كنت أعتبر نفسي سكرتيرته الخاصة، وأصبحت مهامي تزيد، فبعد أن كنت أرتب المواعيد أو أستقبل أحياناً بعض الضيوف السريين القادمين من الأرض المحتلة وأساعد في تلخيص التقارير أو كتابة الرسائل، طلب مني تفريغ كبسولات رسائل الأسرى من السجون، وكان أحياناً يطلب مني السفر لإيصال رسائل خاصة إلى نقاط الاتصال في إحدى الدول أو مرافقته أيضاً في مهام سرية، وكان يطلب مني أن لا أتحدث حولها مع أحد حتى مع أخواني أو والدتي. هذا هو أبو جهاد الذي علمنا تحمل المسؤولية في سن صغير وجعلنا جزءاً من هذه المسيرة ومن هذا النضال.
آمن أبو جهاد وعمل على بناء ودعم المؤسسات في الوطن، سواء الجامعات أو الجمعيات أو النقابات والبلديات ولجان المرأة والشبيبة والطلبة ومختلف اللجان. وكان ذلك ضمن رؤية الاستراتيجية لضرورة تعزيز الصمود المقاوم وبناء قاعدة صلبة للعمل التنظيمي والجماهيري. وقد شكلت تلك القاعدة الإطار والأرضية الوطنية لانتفاضة شعبنا المجيدة في العام 87. كما آمن بأهمية أن يصل صوت شعبنا ونضالنا إلى العالم بأكمله من خلال بناء شبكة علاقات واسعة أقامها مع مختلف حركات التحرر العالمية، وواصل ترسيخها حتى آخر يوم في حياته لدعم هذه الثورة ونصرة الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة. كانت رؤية أبو جهاد واضحة ومحددة، البوصلة موجهة نحو فلسطين وفلسطين فقط، والبندقية موجهة نحو العدو، العدو فقط. ومن هنا آمن بأهمية وحدة الصف الوطني وضرورة إشراك الكل الفلسطيني من مختلف الأطياف في النضال والمقاومة وفي صد كل المؤامرات التي كانت تستهدف شعبنا. فقاد كما ذكر الفيلم جلسات الحوار الوطني في عدن والجزائر وبراغ وموسكو، تلك الجلسات التي توجت باستعادة الوحدة الوطنية خلال دورة المجلس الوطني التي أقيمت في الجزائر في العام 87. ولربما كانت من أقوى تجليات الوحدة الوطنية ذلك العمل الميداني المشترك على الأرض خلال الانتفاضة المجيدة، والدور الذي لعبته القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة حيث استشهد وهو يخط توجيهاته لها في رسالته الأخيرة. وقد جاءت الانتفاضة لتعزز من إيمانه بدور الشباب وقدرتهم على حمل الراية وعلى استكمال المسير. كيف لا؟ وهو الذي بدأ بالعمل من مقاعد الدراسة، وفي سن مبكر بدأ ينشر الوعي الوطني من خلال مجلة فلسطيننا المدرسية، وبدأ مبكرا أيضا بالفعل المقاوم وتنظيم الخلايا العسكرية التي قامت بشكل استراتيجي بضرب عمق الاحتلال. وفي سن الشباب أيضا تعاهد مع رفيق دربه ياسر عرفات وأطلقا الثورة. إن إيمانه بدور الشباب ارتبط وبشكل وثيق مع إيمانه بأهمية التعليم ودور الطلبة والجامعات في المقاومة وفي بناء المؤسسات، ودور لجان الشبيبة والمرأة وحركة الشبيبة الطلابية واتحادات الطلبة الفلسطينيين حول العالم. كما آمن وبشدة بدور المرأة الفلسطينية وقدرتها على العطاء والنضال جنبا إلى جنب مع إخوانها في مسيرة الثورة. وفي حضرة الشهيد والشهداء نستذكر اليوم رفاق دربه القائد ياسر عرفات وأبو إياد وأبو الهول وكمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار وأبو علي إياد وماجد أبو شرار وخالد الحسن وسعد صايل وفيصل الحسيني وجورج حبش وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وفتح شقاقي وعشرات القادة وقافلة الشهداء الذين قدوا في هذه المسيرة الطويلة والعنيدة نحو الحرية. وفي حضرة الشهيد والشهداء وحيث شعبنا صامد ويقاوم وهو يتعرض في كل لحظة لبطش الاحتلال الذي يستهدف أبناءنا ويستهدف أرضنا وشعبنا وسماءنا، نوجه التحية لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس عاصمتنا الأبدية، لجنين قلعة الصمود ونابلس جبل النار والخليل وغزة الصامدة وكل شبر مقاوم على هذه الأرض، ونوجه التحية لأسرانا الأبطال أبناء أبو جهاد في كل السجون والمعتقلات. في هذه الذكرى، ذكرى ميلاد أول الرصاص وأول الحجارة، علينا أن نستلهم العبر من مسيرة القادة ومن مسيرة خليل الوزير، ونسير على خطاهم مؤمنين ومدافعين عن أبناء شعبنا، عن أرضنا ومستقبل أجيالنا، أن نسير مرفوعي الرأس فخرا بهويتنا وبصوتنا الفلسطيني الحر. وكما قال أمير الشهداء، ستبقى رؤوسنا مرفوعة للسماء وأقدامنا مغروسة في تراب الأرض. ترك لنا خليل الوزير إرثا كبيرا من النضال والتضحية والعمل بجد وبصمت،
علمنا بأن المستحيل هي كلمة غير موجودة في قاموس شعبنا، وبأننا جميعا جنود لهذا الوطن ولهذا الشعب. ولم تستطع رصاصات القتل التي اغتالته أن تسكت صوته، إنما كرسته حيا في قلوب الملايين من أبناء شعبنا وفي قلوب أحرار العالم. المجد والخلود للشهداء، الحرية لأسرى الحرية، والشفاء للجرحى، وشكرا. شكرا دكتورة حنان أبو جهاد الوزير الصالح لكل المراحل وكل الأزمنة، وإن غاب قال يوما: إن الشعوب طالما بقيت تمتلك الإرادة والتضحية فإنها ستتمكن من الوصول إلى أهدافها العليا، عند ذلك فقط يبقى رأسها حرا طليقا في فضاء الحرية والحداثة، وأرجلها مغروسة كذلك على أرض الوطن. الأرجل على الأرض والرأس في السماء، والبديل لهذا الواقع الذي يغرس القدمين في التراب ويجعل الرأس حرا طليقا هو إما أن يزحف كلاهما على التراب، وبذلك تكون الشعوب كالزواحف التي لا يرتفع رأسها عن أقدامها، أو أن يحلق كلاهما في سماء الخيال الذي لا يعرف أو لا يعرف فيه الرأس من الرجلان. إنها كلمات أبو جهاد الوزير. وبعدها أدعو الأخ القائد محمود العلول أبو جهاد نائب القائد العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت العزيزة أم جهاد، إخوتي أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية، أعضاء الثوري، أخواتي والوزراء، أخواتي وأخوتي الحضور جميعا، أختي أم جهاد هي مناسبة نعم ضاغطة على مشاعرنا جميعا، وليس فقط على مشاعرك، على مشاعر كل الشعب الفلسطيني، ضاغطة بشكل كبير وربما مؤلم، لكن أيضا بها جانب من النشوة حينما نستمع إلى سيرة خليل الوزير رحمة الله عليه. حقيقة نحن نتحدث أخواتي وإخواني عن رجل استثنائي تماما. حينما تتحدث عن عمالقة معدودين في هذا العالم، خليل الوزير كان أحد هؤلاء العمالقة. وربما بدي أحكي لكم شوي ربما خلق لذلك. المسألة كانت لابسته تماما، خلق من أجل ذلك، خلق من أجل أن يكون رجل ثورة وقائد ثورة أو مفجر ثورة بهذا الخصوص. لأنه كيف خلق لذلك؟ كل شيء في حياته بعد أن ولد، كل شيء أصبح بكل تفاصيله من أجل الثورة. إن بنى علاقة مع أحد في ذهنه وهو يتحدث معه كيف يكرس هذه العلاقة لمصلحة الثورة، إن تعرف على شخص جديد كيف يكرس هذا الشخص وعلاقاته إلى الثورة، كيف يكرس زواجه من أجل الثورة. والأخت مجهد تذكر ذلك تماما حينما أخذها تحت فكرة أنه سيأخذها لشهر عسل، فأخذها ودخل بها الأرض المحتلة. كانت في ذلك الوقت الضفة الغربية تتبع للأردن، قصة طويلة للغاية. أرسل رسالة إلى وزير الداخلية الأردني يتحدث عن كونه شاب أصلا من غزة والآن في الكويت، وتزوج من فتاة فلسطينية، ويرغب بأن يقضي شهر العسل في ربوع الأردن الخضراء وكل ما إلى ذلك. أعطي إذنا بذلك، فأتى من أجل أن يبني القواعد الأولى في ذلك الوقت في الضفة الغربية للثورة في هذا الموضوع. أبو جهاد ليس أو هو صنف من القادة الذي عليك أن
ربما تبذل جهدا من أجل معرفته، بمعنى لا يوجد ما تقرأه، لا يوجد شيء ما اسمه نظرية خليل الوزير أو رؤية خليل الوزير الاستراتيجية أو غيرها بهذا الموضوع. رغم عمق استراتيجيته ورؤيته، لكن تراها من خلال ممارسته، تراها من خلال الميدان دائما. كل تصرف، وسنأتي على ذكر بعض الأحداث بهذا الموضوع، كل تصرف بالنهاية له خلفية سياسية ونظرية أساسية بهذا الموضوع. فالاتجاه الأساسي كان هو الاتجاه الميداني بهذا الخصوص. يعني أضرب لكم مثل، أحيانا كثيرة كنا لا نفهم، يطلب منا يأمرنا بتعليمات معينة لا نفهم مغزاها ما هو، بعد ذلك تفسر لماذا، ما الذي حصل في هذا الموضوع. أولا خليل الوزير همه الأساسي فلسطين، بوصلته فلسطين دائما بهذا الموضوع. كلما كادت هذه البوصلة أن تنحرف قليلا يبذل كل الجهد من أجل إعادتها مرة ثانية، من أجل أن تعود باتجاه فلسطين بهذا الموضوع. محاولة لإثبات رؤيته لخليل الوزير بهذا الموضوع. في فترة ما اضطررنا من أجل أن ندخل في صراع بعيدا عن فلسطين، وكلكم تذكرونه، هذا في مرحلة لبنان، واستشرى هذا الصراع وأصبح صراعنا مع سوريا وغيرها من هذا الموضوع. وهذا لم يكن شيئا مريحا، ولم يكن شيئا مريحا لخليل الوزير. فكان خليل الوزير همه الأساسي كيف يعيد البوصلة مرة أخرى باتجاه فلسطين بهذا الموضوع. استغربت ما الذي يريده، لم أكن أفهم في ذلك الوقت ما الذي يريده. كنت معه في السيارة، رحنا على بيت، فبعرفني بعضكم من القدماء سيعرفوا، بعرفني على شخص طيار كان في الجيش الأردني، أجا عنا في بعد أحداث أيلول، اسمه حسين عويضة، بعضكم أكيد بعرفه. فبقول بعرفني عليه، كل ما إلى ذلك قال لي بدك تساعده من أجل إنشاء مطار. إحنا في لبنان في جو حرب غير عادية، إيش إنشاء مطار؟ لا، لم أستطع أن أفهم ذلك على الإطلاق. بقول له وين؟ وإحنا قتالنا في أماكن أخرى. قال لي في جنوب لبنان على حدود فلسطين لازم تعملوا مطار. قلت له شو مطلوب مني؟ قال تبعت معه الشباب بيستطلعوا شو بيحتاج، معدات كل ما إلى ذلك بتأمنوا. حاضر. وأنا بقول أوصى شمال بجهاد، لم أكن أستوعب ما الذي يريده. وديت له شباب وجرافات وكل ما إلى ذلك، وأجوا على سطح جبل ما سهمدوا شوي، قال إنه هذا رانوي صخر. وبعد ذلك هو اتصل في شخص ما فلسطيني الأصل، تعرفوهم هذول الطيارات اللي بتشوفوهم بأفلام الحرب العالمية الثانية ولا كذا، قال له بتيجي بتجيب طيارة خاصة وبتيجي وبتمر في اليونان على الجمعية الفلانية بتاخذ إيش. أنا قلت بدي أجيب لنا صواريخ، طلعت مستلزمات طبية. أجا الزلمة بها الجهاز، يعني وين المطار، انزل هيو كذا. والزلمة صف الله العظيم يكفر، وين كنت نزلوني، نزل طبط الطيارة في الأرض، نزل هالأكم كرتونة وضل طالع هارب. طب شو الهدف من كل قصة، والله من فاهم. بنفس الوقت بقول لي خلي كتيبة الجرمق تنزل على الجنوب وإحنا بمكان آخر، خلي كتيب الجرمق تنزل على الجنوب تستلم جبل تبدأ بالحفر فيه بصناعة الخنادق الاستحكامات كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع. طيب نزلت كتيبة الجرمق وبدأت على بنت جبيل وأخذت موقع وبدأت تحفر وكل ما إلى ذلك، وأكتشف بعد ذلك أن الهدف منه أنه يعمل مطار على حدود فلسطين، نزل فيه طائرة، شوفوا يا إسرائيليين، وأنزل قوات وتبدأ تعمل تستعد عسكريا لهذا الأمر استفزازا للعدو حتى تطلع طائراته وتخصفنا ويخجلوا العرب ويوقفوا حرب علينا، ويخجلوا الآخرين ويوقفوا حرب علينا. هيك فكر أبو جهاد دائما، كيف يعيد البوصلة،
إلى مسارها الأساسي بهذا الخصوص. أبو جهاد همه الأساسي دائما هو الكفاح المسلح، والأولوية هي الكفاح المسلح، رغم إدراكنا جميعا نظريا بأن الكفاح المسلح هو الوسيلة لتصل إلى نتيجة، لكن أبو جهاد كل ذلك هو عبر الكفاح المسلح. يعني ما بصيرش توقف وندفع وتفكر بهذا الموضوع، هذا ليس إنكارا لدور العملية السياسية، لكن تحاور تفاوض اعمل اصنع أي شيء، لكن من خلال استمرارك في الكفاح المسلح بهذا الموضوع. ويعني يرى في الكفاح المسلح هو المخرج الأساسي لهذا الشعب، من أجل ذلك ما رأيتموه بالفيلم المسألة التي لها علاقة أن الإخوان المسلمين هذا ليس من برامجهم، ترك ذلك وأتى من أجل أن يصنع عملية الكفاح المسلح. والكفاح المسلح بالنسبة له هو الأساس، شو ما صار أي شيء آخر سياسي. وبدي أضرب لكم شيء ربما أحيانا ينطبق على أوضاعنا وحالاتنا بهذه الفترات بهذه المسألة. كان أحيانا كثيرا يصير في مبادرات سياسية وإحنا في بيروت، كان مبادرة روجرز، مجموعة من القضايا من هذا الموضوع، إحنا كشباب متحمسين انثور نعمل قصة أنه لا يجوز، لازم الموقف يكون أكثر حسما من هذا كل ما إلى ذلك. أبو جهاد أبرد ما عنده تماما بهذا الموضوع. لما نيجي نناقشه دائما لا يوجد قضية ليس لها حلول لديه. لما تيجي تناقشه أقول لك يا أخي الأساس هو ميزان القوى. ما يكون لك فكرة، خلي فليصنعوا أي اتفاق يريدون، غير ميزان القوى فتمزق كل الاتفاقيات القائمة. ويضرب لك مثل بهذا الموضوع على تجارب الشعوب بهذه المسألة بهذا الخصوص. وطبعا دوره في الوحدة الوطنية كان أساسي، وتحدثتم عن دوره النشاطات الذي صنعها من أجل ذلك بهذا الموضوع، لكن أيضا كان يرى في الكفاح المسلح، كان يرى به النقطة الأساسية الجوهرية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية. أي جهة نختلف معها أو تختلف معنا، كان رده الأساسي ما في مشكلة يا أخ، جيبوها وارطوها في الكفاح المسلح، وارطوها في مقاومة العدو، إذا مشيت في هذا الاتجاه لن يعود هناك مشكلة بهذا الموضوع. وهذا كانت سياسته، وسياسته تحديدا مع التيارات الإسلامية في أكثر من مرحلة، ومنها المرحلة التي كان لها علاقة بإبان الانتفاضة الأولى، وأنتم تذكرون التيار الإسلامي حينما كان يصنع مشاكل داخلية في الصف الفلسطيني. كان هم أبو جهاد الأساسي أنه لا تصطدموا معهم، في مشكلة اصطدموا مع الاحتلال، زيدوا وتيرة الصدام مع الاحتلال تنتهي القضية معهم بهذا الخصوص. أذكر في يعني صار استشرت المشاكل إبان الانتفاضة الأولى بهذا الموضوع، مواطن طالع من الصلاة في مسجد في المسجد الأقصى، وطالعين المصلين الجندي على ظهر السور يهتفوا فلسطين عربية، فيعتدى عليه ويشتم وكل ما إلى ذلك، لأنه ليس كذلك، فلسطين إسلامية وليس عربية بهذا الموضوع. في جامعة النجاح كم هائل من المشاكل التي صنعوها هناك، التي تهدف بالأخير إلى أخذ الأمور باتجاه الصراع الداخلي بهذا الموضوع. أذكر أتى إلى الأردن كاتب مصري، أظن أنه لا زال حيد، وكاتب إسلامي مصري اسمه فهمي هويدي، أجا عرفني عليه في الأردن، سمع كل هذه القصص من أبو جهاد،
كان مروان برغوثي مبعد حديثا، جبته قعد هو وياه أيضا وسمع من مروان برغوثي هذه الروايات. كانت مقالته في اليوم التالي في الصفحة الأولى في الأهرام، عنوانها الأولوية لفلسطين محررة وليس لفلسطين إسلامية. بهذا الموضوع كفاح المسلح كان هو الأول، هو الذي له أولوية، هو الأساس في علاقاته مع الآخرين، الأساس في رؤيته لهذه الثورة واستمرارها بهذا الخصوص. وأيضا المهم بالنسبة له هو رؤيته للتناقض الأساسي دائما، أن التناقض الأساسي هو مع الاحتلال، لا يجوز أن نغرق في تناقضات أخرى على الإطلاق، والتناقضات الأخرى أي تناقض يحل بالحوار بالتواصل مع الآخرين بهذه المسألة. بدي أحدثكم شوي صغيرة عن أبو جهاد والشباب، والشباب وعوامل أخرى مرتبطة بهذا الموضوع. أولا هو لديه نظرة ثاقبة، وهو لا يهدأ عن الحركة على الإطلاق، كل يوم في موقع، في الشارع، في جامعة، في وحدة عسكرية، في كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع. حينما يلتقي بشاب يراه شابا واعدا، كان يطلبه، يهتم فيه، يبذل جهدا كبيرا للغاية من أجل يعني أن يصبح هذا قائدا بهذا الموضوع. وهناك كم كبير من القيادات هم خريجي أبو جهاد. ليس هذا فقط، عدو أبو جهاد هو الإيد البطالة، إنه تجلس دون عمل، تجلس قاعد تتمصيع في شوارع بيروت مثلا أو أي شيء بهذا الخصوص، يشوفك تعا يا أخي أنت شو عم تعمل، ولا إشي والله، قاعد ما في إشي، هينا بأبو شاكر من تحت ولا أبو شاكر من فوق، طيب شو بتعمل، طب شو عم تساوي بالوحدة الفلانية، طب تشتغل إشي، بتنتج إشي، لا طيب تعال أنت شو وضعك، متزوج، عندك أولاد، عندك كذا، طيب روح دبر حالك، خذ لي فيزا من أي دولة، دولة أوروبية، دولة آسيوية، من أي شيء، خذ فيزا وبس تأخذ الفيزا تعال. يجي وقول له أخذت فيزا من أستراليا، طيب زمان زي هالأيام لا بدها تذاكر من الصندوق القومي ولا بدها فنادق درجة أولى، الواحد جينزو وشنتو بروح بنام عند الطلاب وكل ما إلى ذلك، وبقول له تورجينيش وجهك من هون لسنة، بتروح على البلد بتعيش فيها، بتعيش في أوساط الطلاب، بتحاول تتعرف على الأحزاب الموجودة، تتعرف على الاتحادات، على النقابات الموجودة، تعيش معهم، تبني معهم صداقات، كل ما إلى ذلك. وأنا بقولكم إنه حتى الآن أنا بعرف ناس منذ تلك الأيام هم في دول العالم كانوا على علاقة بأبو جهاد ولا زالوا موجودين، في منهم بأستراليا بغيرها أو في أماكن أخرى. واحد صاحبكم كلكم تعرفوه الله يرحمه اسمه جهاد اليهودي، جهاد شافه في بتعال شو بتعمل في دمشق، قال له ولا إشي، وجهاد كل يوم بروح بصهرة ولا طب شو عم تشتغل، ولا إشي والله أنا وهالشباب صحاب، تعال روح فكك من كل هالقصص، تقولش لحدا، بتروح بتطلع على شمال سوريا حدود تركيا، بتشوف لك أي موقع، أي قرية مناسبة بتروح بتسكن فيها. طب هناك شو بدي أروح أسكن أعمل، قال له ولا إشي، بتسكن فيها، بتدبر حالك، تعمل بتدبر حالك بعمل بأي شيء، وبتذهب على هناك. فراح السيد جهاد اليهودي، ضل طالع، ما كناش نسمع فيها زي الآن، الآن كلكم بتسمعوا فيها، استقر في بلد اسمها منبج في شمال سوريا، وفتح دكان فيها وصار يتعامل مع المواطنين ويبيعهم ويشتري منهم قصص من هالقبيل لتكون نقطة ارتكاز للعلاقة مع كحركات تحرر للعلاقة مع الأكراد في ذلك الوقت ومع حزب العمال بهذا الخصوص. فكان يعني محرك
محرك لكل شيء في العالم بهذا الخصوص. إلى حد ما أحياناً له بعض المسائل والقصص اللي بديش أقول يعني بيسربها تسريب دون أن تشعر. كان يجي طلع من بيروت وقعد في الشام، يجي علينا على البقاع لفعة القواعد القوات كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع. فأجى عندي على الموقع بحدثني بديش أقول بخباته، بحدثني بقول لي بقول لي والله في بيروت، احنا في بيروت اخذنا مجموعة اسرى، طيار هليكوبتر واشي له علاقة بمجنزرة، طاقم مجنزرة قصص من هذا القبيل. لما اخذناهم اجا واحد من جنيف مسؤول في الصليب الاحمر كبير اسمه هوفليجر، اجا على بيروت سعيد للغاية. هوفليجر مطل على عذابات الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فقال هذا بيعمل شيء ما من التوازن بهذا الخصوص. فاجى على بيروت اتحرف على أبو جهاد وأصبحت صداقة بينه وبين أبو جهاد. هؤلاء الأسرى اضطررنا من أجل تسليمهم دون مقابل، هذا بعملية الخروج من بيروت. فهوفليجر أخذ يبكي، أبو جهاد بيربط على كتفه بقول له هوفليجر ما يكون لك فكر سنأتي ببدلا منهم على هالحادثة. أنا والله ما كنتش، بس أجا أبو جهاد بحكي لي إياها يعني أنه افهموها. ربما بعد شهر من هذه الحادثة فجرا ذهبت إلى دمشق والمغبر وحالتي حالة، مفيش اتصالات زي هالايام، بتطلع من العين وهو فتح لي بقول لي شوفي مرعوب هو انه في شيء حاصل. انا ببتسم قال شو، قلت له اتصل في هوفليجر قل له انك وفيت بوعدك. كنا في تلك الليله قد احضرنا 8 اسرى اسرائيليين بهذا الخصوص، وقصتهم طويله وقصتهم مع ابو جهاد طويله. بس هيك استكمال بسيط للقصه، أجا بعديها بيومين لف البقاع القوات وأجا عندي قال تأخر الوقت، كان كل يوم روح دمشق، قال بدي أنام عندك. قلت له أهلا وسهلا، هذا شرف كبير لي. اليوم الثاني نفس المسألة، فمنزح معه بقول لك إنك متقاتل أنت وأم جهاد، قال لي لا. بقول له ولا شو مالك؟ قال لي هارب من دمشق، هارب من حكمة الشهابي بالدوياني. حكمة الشهابي كان رئيس أركان الجيش السوري بهذا الموضوع. قلت له خير شو فيه؟ قال بده اللي عندك عن الأسرى الإسرائيليين. قلت له اللي عندي هرب، وأنا يعني تخيلوا أنا مسلمهم لحدا. ثالث يوم راح نزل رجع لي بعد يومين بقول له شو، قال لي انحلت، رايح عند حكمة الشهابي أظن أبو تعرف أبو جهاد يعني دماثته خلقه كل ما إلى ذاك، القدرة على تخجيله على التأثير عليه عالية. لكن أخذ معه أظن كان لازال رحمة الله عليه سعد صايل، وسعد صايل عسكري. فصار النقاش بينهم بين حكمة الشهاب بقول لهم الأمريكان والإسرائيليين دائين فينا على موضوع الأسرى. قال له أوسع الصايل طيب خدهم وبدلهم أو سلمهم لإسرائيل، إذا في ضايل له جندي سوري جيبه بدالهم، لأنه كان صاير تبادل، وإحنا الفلسطينيين الله لا يرضنا، ما إحنا زنوج هذه الأمة العربية. خجل حكمة الشهابي، قال له طب شو نعمل؟ قال له شو الكعلاء؟ احنا مسؤولين عن هؤلاء الأسرى، وهلا رح نطلع على البقاع ونعلن ذلك. اجى ابو جهاد على البقاع، جبنا احد هؤلاء الأسرى وعملنا مؤتمر صحفي واعلن عن مسؤوليتنا عن هذه المسألة. ليش اطيل عليكم كثيرا، لكن يحضرني شيء لانه كنت احكي انا واخا برامي قبل شوي بالموضوع الذي له علاقة بالانتفاضة الاولى. الانتفاضة الأولى يا أخوان هون في الأرض المحتلة كان كل شيء موجود، في تنظيم، التنظيم هون كان بالغالب له الصبغة العسكرية، صبغة الخلايا
العسكرية والتنظيم ممنوع أساسا بهذا الموضوع، بلش يعني يظهر أكثر أنه هؤلاء الفتحاويين العسكريين اللي انسجنوا بلشوا يطلعوا من السجن اللي قضى مدته اللي فصاروا مشهورين أنهم فتحاويين وموجودة فتح. منذ 82 و 83 بدأ يدرك أبو جهاد أن الهدف من كل ذلك هو إبعاد الثورة عن محيط فلسطين، والمعركة في لبنان هي من أجل إبعاد الثورة عن محيط فلسطين حتى ترتاح إسرائيل. فأدرك بأنه لابد من أن تنتقل الراية إلى الداخل. بدأ منذ ذلك الوقت في المسألة التي لها علاقة في إعادة ترتيب التنظيم في الداخل من أجل أن يكون مؤهلاً لاستلام الراية. من أجل ذلك بدأ في الموضوع الذي له علاقة بالشبيبة الطلابية العمل الاجتماعي، بالمرأة العمل الاجتماعي، بالعمال العمل الاجتماعي، بكل ما إلى ذلك. بهذا الموضوع أصبح المناخ والوضع مؤهل جاهز لانطلاق الشرارة. فحينما كانت الشرارة في الحدث الذي حصل في جباليا كانت الانتفاضة الأولى، بعد ذلك كثير من بعض التنظيمات أو ما بديش أقول له الذين لا زالوا حتى الآن يطرحوا تساؤلا، هل الانتفاضة الأولى صنعها أحد أم هي لوحدها؟ هل كل ما لذلك هذه الأسئلة التي يعني عبثية بهذا الموضوع. آخر شيء بدي أحكي أبو جهد، أقولكم شيء، لو شو ما حكيت لا يمكن أن تغطي يعني في ندوة وفي وقت هكذا مستقطع، لكن بدي أحكي عن أبو جهد الإنسان. أبو جهاد الإنسان، نعم الإنسان، تعرفوا اللي في دماثة خلق، ولا مرة سمع منه كلمة نابية على أحد ضد أحد، ضد جاسوس، ضد أي شيء بهذا الموضوع. أيضا المسألة التي لها علاقة بالاهتمام بالكتاب بالأدباء بالمفكرين بكل ما إلى ذلك، نكتشف نحن دون أن ندري بأن دار النشر هذه في الموقع الفلاني في بيروت اللي وراها واللي أنشأها هو خليل الوزير بهذا الموضوع. في بيروت في يوم من الأيام في الشبيبة الطلابية، يا سيد فتحي شاب الجامعة العربية وحافظ اسمه حتى الآن رحمة الله عليه، من الأردن، شاب من الشبيبة، أصيب بمرض عضال اللي هو الكانسر، وبذلنا جهدا كبيرا للغاية جميعا وجهد كبير للغاية من أجل معالجته. لم يكن العلاج مثل اليوم، وصل إلى درجة ميؤوسا منها. أجا الشاب بطرح علي مسألة، قلت له والله أنا يعني مش صاحب قرار فيها. فرحت لأبو جهاد قلت له عنا شاب وضعه الصحي صعب للغاية، هيك هيك الموضوع، وجاي بطرح علي إنه ندبره بحزام ناسف بشي يطلع على طيارة. قال لي اوعى. بقول له شو؟ قال لي بتضل تتابع علاجه حتى آخر لحظة، نحن نقاتل قتال الفرسان، بهذا اللفظ تماما، مش انه واحد مريض ولا قصص من هذا القبيل، نحن نقاتل قتال الفرسان. في فترة بس هيك ابو جهاد الانسان، الاسرى الاسرائيليين اللي كانوا عندي احدهم مرضا عضالا، مرض عصبي عضال، يعوي يصرخ ليل نهار. زملائه الأسرى الإسرائيليين اللي معه يقوموا يضربوه يعني لأنه بنيمهمش بهذا الموضوع. حاولت نفس المسألة إنه أعالجه، ما أستطيع بهذا الخصوص، ما زبطتش. فروحت لأبو جهاد قلت له أحدهم عندي مريض جدا، فقال لي روحوا. قلت له ايش اروحوا؟ قلت له وين اروحوا؟ قال ابعت ورا الصليب الاحمر سلمهم اياه وقلهم روحوا عند اهله.
أنا في ذلك الوقت مسألة لم أستطع أن أستوعبها على الإطلاق، وخليل الوزير بالنسبة لي تعليماته أوامر لا أستطيع. ربنا أنقذني من ذلك، لأنه أنا كمان بتابع المذابح اللي بتصير ضد أسرانا، أنقذني بأنه تمكننا من عمل صفقة التبادل بعد شهر ربما من هذا الحادث. آمل أن أكون قد سلطت الضوء على بعض الجوانب، وهي الجوانب كثيرة للغاية، ليس من السهل أنه بوقت محدود أنه نغطيها. شكرا لكم وتحياتي لكم ورحمة الله على شهدائنا جميعا. شكرا الأخ أبو جهاد العلول. إذن هذا هو خليل الوزير، مهما قلنا لن فيه حقه. المجد والخلود للشهداء، هم الثوريون لا يموتون، وإنما يخلدهم التاريخ وقلوب وضمائر ونهج الأحرار الأوفياء. كل الشكر لهذا الحضور، كل الشكر لمؤسسة ياسر عرفات. لمن لم يشاهد معرض الصور لخليل الوزير، هي في القاعة الخارجية. شكرا لهذا الحضور، شكرا جزيلا. Thank you.